بونجور مدام. دوبرا اوترا. ازبينتي. تفضلي. بونجور ست صفية مشتبية. بونجور ينطك. سوي لي فنجان قهوة. مرحبا. صباح الخير دكتورة. احنا موجودين عشان الوركشوب اليوم. بس مش كأنه بكير الساعة هلا 12 والوركشوب تبدا الساعة 1. احنا عارفين بس احنا كثير متحمسين صراحة. يعني انا بصراحة قرأت كل كتبك ولين كمان قرأت كل كتبك، حتى كتاب كيف تصبح ابا مثاليا في 10 ايام قرأته. بس بدي الفت نظرك لشغلة دكتورة. تفضل. انت حضرتك بالصفحة 46 بالسطر 16 تقريبا. طبعا. على اول سطرك على اليمين كاتبة انه الطفل يحتاج الى 45 دقيقة. صح. من الحديث المباشر، وحتى المصدر اللي هو جاكسون وولترز، حتى إيش يتم تطويره بالقدرات العقلية والسمعية والبصرية. أنا قرأت الورقة البحثية تاعت جاكسون وولترز وطلعت 55 دقيقة مش 45. أوه هاد أنت مش محتاج دورة أبداً. لا 45 دقيقة ولا 55 دقيقة، والمعلومتين غلط. بالأخير اكتشفوا إنه جاكسون عمل دراسة بس على الذكور. تفضل القهوة. تسلمي. دير بالك على المحل، بدي اروح انام انا. شو تنام ما تنامي والزباين؟ كبرت عزك يا قروط، وين الزباين؟ فيش غير انا وانت. انا هتطلع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. من وين نبز هذا؟ يا ربي يا ربي، شو الايام القحط اللي مرت على هالكافيه؟ ما جتش الرزق غير تيجي اليوم، بدي انام انا يا ربي، بدي اشوف الشروق. طيب روحي روحي كملي شغلي، خليني انا عارف عيد الرزق. الله يرضى عليك. دير بالك على القهوه، بدي اروح اشوف الشروق. وبعدين تفضل عمي تفضل. بعدين معك يا زلمة، انت قاعد بتفتش على خردمتي منطقة تجارية، انو بده يبيع غسالة ولا ثلاجة ولا بسكليت خربان؟ اطلع الحارة الفوقانية على الشارع الفوقاني. ترى اسمع، اذا ما وطيت الصوت انا بعرف ابوك، بقول له انك بتدخن. وطي الصوت.